نروح للحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الشهر المبارك، ووزعت سلة غذائية لعدد من الأسر المحتاجة في أحياء مدينة الحسكة. هالتفاصيل مع أحمد الحمدوش. بمناسبة شهر رمضان المبارك، وزعت جمعية سورية اليمامة الخيرية سلالا غذائية لعدد من الأسر المحتاجة في أحياء مدينة الحسكة ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الشهر المبارك. قامت الجمعية بمبادرة خيرية عبارة عن تقديم سلات غذائية للعوائل الهشة والفقيرة وذوي الإعاقة والأسرة الفاقدة المعين. طبعا المتطوعين يقوموا بمسح الأحياء ويشوفوا الحالة المادية لكل عائلة فقيرة، بعدها يتم تقديم السلة الغذائية. نحن اليوم بهاي الحملة استهدفنا الأسر الفقراء المحتاجة نتيجة للإجراءات المتخذة لفيروس كورونا، طلعنا عليهم على البيوت منعا للازدحام في أماكن التوزيع. ورمضان كريم. نحن هون عم نعبي المواد الغذائية في السلات، نجهزها بشان نوصلها للأهالي اللي قمنا بتقييم وأوضاعهم. احنا طبعا شعب تعودنا نوقف مع بعض ايد واحدة، وان شاء الله معا راح نقدر نعدي هالأزمة. رمضان كريم على الجميع، وهذا معروف عند السوريين جميعا يعني، وهاي يعني شغلة معروفة يعني دائما هم قلوبهم على بعض وايدينهم بعض. متطوعو الجمعية قاموا بإيصال السلال إلى منازل المستهدفين منعا لحصول أي ازدحام في مراكز التوزيع، حفاظا على سلامتهم ووفق الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.